يلا يا بنتي ننزل يلا دينا وصلنا اهو الحمد لله. ما ينفعش لازم جود تتاكد ان نظام الانذار بتاع الفيلا طافي الاول. طب ما تكلميها. طب يا ياسمين وطي صوتك يا زكي اكيد عملت كده واول ما السيستم يفصل هتكلمني. هي جود هي اللي هتفصل نظام السيستم. احي يا مري. انت عرفت الحاجات دي كيف يا جاو؟ انت ملبوسه؟ استني ايه حضروا اجهزه الانذار وقفت. يلا يلا يا جماعه اتحركوا. تعمل ايه؟ يلا حطي صوتك. السور مش عالي قوي. اتفضل يا باشا. يلا لا على الطلاق ما ينفع انت. لا والله العظيم ابدا. طب يا ليديز فيرست. لا طبعا انا مش انتوا الثلاثه هتشوفوا انا هعمل ايه وهتعملوا زيي بالظبط. على مهلك يا علي. يا محني المحني هيفرجع الفيلا قبل ما اتفضل. اتفضل يلا يا بيه مفيش وقت. ساعدوا 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 خلاص. يلا يا عم علول ربنا معاك. يلا يلا بالراحه بالراحه يا علي بالراحه. على مهلك يا علول. يلا يا ابو علي. يلا يا ابو علي.